هذه الفقرة هي فقرة الحفل، وضيفنا في هذه الفقرة هو سماحة السيد مجيد المشعل. ولا يخفى عليكم بأن السيد سماحة السيد مجيد المشعل هو رئيس المجلس الإسلامي العلمائي. متباركين بهذه المناسبة سيدنا. سيدنا، سمعنا خطابات لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وكلمات لسماحة السيد عبد الله الغريفي بأن إغلاق المجلس العلمائي سوف يكون حبرا على ورق، وأن فعاليات هذا المجلس سوف تكون مستمرة إن شاء الله. الآن سيدنا، نحن الآن في شهر شعبان ومقبلين على شهر رمضان إن شاء الله، هل هناك فعاليات من أجندة المجلس العلمائي؟ وإذا كانت هناك فعاليات ممكن توردها إلى المؤمنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بدوري أبارك للإخوة المؤمنين جميعا وهذا الحفل الكريم، مواليد أبطال كربلاء مولانا الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد وأبي الفضل العباس عليهم السلام جميعا. كما هو معلوم أن الوظيفة الشرعية هي مسؤولية شرعية، ونتلقاها ونستقبلها ونلتزم بها في ضوء التكليف الشرعي، ووظيفتنا الشرعية لم نأخذها من أي جهة رسمية، وإنما أخذناها من النص الشرعي ومن الوظيفة الشرعية. وعلى هذا الأساس لا يمكن لأي قرار رسمي أن يوقف دورنا ومسؤولياتنا ووظيفتنا. نحن عشنا مرتبطين بالإسلام، ننتمي إلى الإسلام فكرا وعقيدة وسلوكا وممارسة، وسوف نبقى إن شاء الله أوفياء لديننا، نؤدي وظيفتنا الشرعية مهما حاولت السياسة الظالمة أن تحاصر مواقع العطاء الإسلامي، فإننا سنبقى إن شاء الله مع شعبنا مع ديننا نؤدي وظيفتنا الشرعية. وإن أقدموا على الإغلاق فإنما هم يقدمون على إغلاق مقر ومكان، ولكن كما هو معلوم أن جميع مآتم هذا البلد الطيب هي مواقع للعمل الإسلامي والديني، كلها ستتحول إلى مجالس إسلامية علمائية. نحن عشنا مع المآتم، عشنا مع المؤمنين، ولم ننفصل عنهم يوما، وعندما يغلق مقرنا ستكون مآتمهم إن شاء الله مقرات لنا، وسوف نمارس دورنا في مختلف المواقع. وهذه من بركات الإمام الحسين عليه السلام وبركات الإسلام وبركات خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه لا يمكن محاصرته، لا يمكن القضاء عليه. كيف يقضون على ذلك المشروع الذي ضحى لأجله الإمام الحسين بدمه الشريف الطاهر، وضحى لأجله أبو الفضل وجميع الأئمة الأطهار؟ هذه التضحيات العظيمة بذلت ليبقى الإسلام نعم عزيزا كريما، ويبقى المؤمنون أعزاء بإسلامهم وكرماء بانتمائهم للإسلام. فكما تقول زينب سلام الله عليها، كذ كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، والله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. فهذه مسؤولياتنا الدينية لا يمكن أن يعني تحاصر أو توقف من قبل قرار رسمي سياسي مهما يكون جائرا وظالما، ويبقى قرار جائر، لأننا بالحقيقة نمارس دورا طبيعيا جدا، دور التبليغ والإرشاد. فلماذا هذه المحاصرة؟ لماذا هذه المضايقة؟ ماذا يريدون منا؟ يريدون منا أن نكون أبواقا لهم، أن نطبل لهم؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا.
سواء عدنا مجلس علمائي أو ما عدنا مجلس علمائي سوف نبقى مع ديننا مع شعبنا مع مطالب شعبنا العادلة. على كل حال خلال الأسابيع القادمة ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك يوجد عندنا تقريبا برنامجان مهمان الأخوة في المجلس يعملون عليهما. البرنامج الأول يرتبط بموسم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، مجموعة برامج توعوية، مجموعة برامج إحياء للذكرى، وأكثرها يعتمد على المناطق وإحياءاتها، ونحن نقوم بعملية الدعم والإسناد لهذه البرامج. البرنامج الآخر المهم هو برنامج نداءات التوبة الذي هو برنامج تمهيدي لشهر رمضان. هناك مجموعة فعاليات مناطقية مركزية تصب في اتجاه تهيئة الأجواء لاستقبال شهر رمضان تحت عنوان نداءات التوبة، في محاولة لدفع الناس وتوجيه الناس وتهيئة نفوس الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك من أجل استثماره أفضل استثمار. هذه بهذان برنامجان الإخوة يعدون لهما، وإن شاء الله هم الإخوة في المرخ يكون لهم كذلك حضورهم في هذه البرامج إن شاء الله كما هو معهود منهم. ندعو الله التوفيق للجميع إن شاء الله. أحسنتم سيدنا، وإن شاء الله هذه القرية قلبا وقالبا مع المجلس الإسلامي العلمائي. أما الآن فمع فقرة هذا الحفل فاستقبلوا سماحة السيد مجيد المشعل بصلوات حيدرية علوية حسينية بأعلى الأصوات. محمد. ألقيت كلمتي بقى، هاي كلمة ثانية يصير يعني مطلوبين أنتم، يصير كلمتين شاركت. أيها الحفل الكريم، أيها السادة الأكارم جميعا ورحمة الله وبركاته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في رحاب ذكرى مواليد أبطال كربلاء، صباح السيد مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ حفظكم الله، عن إذنكم الله يرحمكم. في رحاب هذه الذكريات الطيبة العطرة، مولد الإمام الحسين عليه السلام ومولد أخيه أبي الفضل العباس ومولد ابنه الإمام السجاد عليهما السلام، هذه الشخصيات العظيمة التي زينت هذا الشهر الشريف شهر شعبان وزادته بهجة وشرفا وسرورا بهذه المناسبات العطرة. نرفع التهاني والتبريكات إلى مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ولمراجعنا وعلمائنا، ولكم أيها المؤمنون الكرام ولأتباع أهل البيت في كل مكان وللأمة الإسلامية جمعاء. ما أجمل أن تلتقي القلوب والنفوس على الهدى والخير، أن تلتقي
إحياء لهذه الرموز العظيمة التي أحيت الإسلام والتي قدمت كل وجودها لأجل الإسلام. فأنتم أيها المؤمنون الكرام عندما تجتمعون لإحياء هذه المناسبات أنتم في الحقيقة تعبرون عن إخلاصكم، عن عمق ارتباطكم بإسلامكم. البعض يشكل عليكم أنكم تمارسون الشرك، تمارسون الانحراف، ولا يعلمون أنكم باحتفالكم بهذه الشخصيات العظيمة الجليلة أنتم تمارسون الإخلاص الصادق، تمارسون الصدق في الانتماء، تعبرون عن عمق ارتباطكم بهذا الإسلام العظيم. لأن الإسلام ليس مفاهيم معلقة، وإنما هو فكر وسلوك وممارسة جسدها هؤلاء الأبطال، جسدها الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، جسدها أبو الفضل العباس، جسدها الإمام السجاد، جسدها خط أهل البيت في الأمة. خط أهل البيت هو النموذج الراقي للإسلام الأصيل المحمدي. فنحن عندما نرتبط بهم نرتبط بالإسلام الحركي، الإسلام الخالص، الإسلام العملي. نحن عندما نتصل بهؤلاء لا نتصل بهم إلا لأنهم يمثلون الإسلام، يمثلون القرآن، يجسدون قيم ومبادئ الإسلام. فنحن نتلقى الإسلام من هؤلاء في صورة نقية عملية مجسدة. وفرق كبير بين أن تتلقى الإسلام مفاهيم عامة نظرية يمكن أن يختلف حولها، وبين أن تتلقى الإسلام ممارسة عملية واضحة جسدها هؤلاء الأولياء، جسدها هؤلاء الأبطال، وقدموها لنا بصورة واضحة جلية. ضحوا من أجل الإسلام بكل غال ونفيس. فأنت عندما ترتبط بالإسلام ترتبط بإسلام واضح عملي ضحى لأجله الأولياء. فأنت لا تبخس أو لا تبخل بنفسك وجهدك لأجل هذا الدين. نحن في هذه الليالي والأيام نلتقي بهذه الشخصيات العظيمة، بالإمام الحسين عليه السلام الذي ملأ الدنيا عطاء وتضحية، وبقي ذكره خالدا على مر العصور والأيام، وسيبقى الملهم، نعم، وسيبقى الملهم للأجيال على مر العصور، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يخرج ويظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف رافعا راية الإمام الحسين ورافعا شعار الإمام الحسين عليه السلام، ليأخذ بثأر الإمام الحسين الذي هو ثأر الله
الذي هو الانتصار للحق، لأن الإمام الحسين ليس عنده ثأر شخصي، إنما ثأره هو الإسلام، ثأره هو الانتصار للحق وللعدل وللصلاح في هذه الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فهذا هو مشروعه. والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج ليكمل هذه المسيرة، نعم، ليكمل هذه المسيرة وليحقق الأهداف الكبرى التي انطلق من أجلها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام الحسين والأئمة الأطهار على مر العصور والمصلحون في التأريخ. نقف عند الإمام السجاد عليه السلام وأختم مع أبي الفضل، لأنه عندي حديث حول أبي الفضل أكثر. نقف عند الإمام السجاد عليه السلام، هذه الشخصية التي اختزلت آلام كربلاء، مأساة كربلاء كلها كانت تحت منظر ومرأى الإمام السجاد عليه السلام، ورأى أباه وإخوته وعمومه وأهل بيته وأصحاب أبيه الإمام الحسين، رآهم مجزرين مقطعين، رأى جميع البطولات ورأى جميع الآلام، رأى أخواته أهل بيته من النساء وهم مشردين، رأى الأطفال، رأى جميع تلك المناظر المؤلمة واختزلها في قلبه الشريف الطاهر وصاغها آهات وشكاية لله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء ومن خلال البكاء، هذا البكاء وهذا المآتم التي نقيمها تأسياً بالإمام السجاد عليه السلام هي في الحقيقة تعبير عن الآهات الإمام السجاد عليه السلام وآهات الصالحين على ما وقع على أولياء الله. نفس المهموم لأجلنا عبادة، هذه الآهات عبادة يا إخواني. وهل العبادة وهل الدين إلا الحب والبغض؟ أنت عندما تتأوه ألما وتفيض عينك دموعا على الإمام الحسين، ما معنى هذا؟ معنى أنك قد فاض قلبك حبا ولم تتحمل كيانك إلا أن أفرغ تلك الشحنات الإيمانية في بكاء على الإمام الحسين وعلى أهل البيت. يعيبون عليكم البكاء على الإمام الحسين والتأوه والحسرة؟ إنهم في الحقيقة لا يعرفون ولا يعون من الإسلام شيئا، لا يعون أن الإسلام هو الحب، الحب لله والحب لأولياء الله، الحب لهؤلاء الشخصيات العظيمة التي ضحت لأجل الدين وحملت أعباء الدين وأوصلته لنا. نحن من خلال اجتماعنا في أفراحهم وأحزانهم
نحن نتشرف ونفتخر بالانتماء إلى هذا الخط، نحن نسجل أسماءنا في هذا السجل وفي هذا الركب الشريف، وندعو الله أن يقبلونا، أن يسجلوا أسماءنا. ما شاء الله، لقد تشرفت بحمد الله وأنسرت من النجف إلى كربلاء في ركب الأربعين. وما أدراك ما ركب الأربعين؟ تجد الحياة كلها، الكون كله، التراب والهواء كل شيء في ذلك الطريق ينادي يا حسين، كل شيء مصبوغ بصبغة الإمام الحسين عليه السلام. تجد الإخلاص، تجد التفاني. إنه منظر عجيب، وما راء كمن سمع. مهما تسمع لن تدرك عظمة هذا الركب إلا عندما تشارك فيه وتكون جزءا منه. ونحن بحمد الله في هذا الركب، سواء كنا في مسيرة الأربعين أو في هذا الاحتفال أو في موكب هنا أو مأتم هناك، كلنا في هذا الركب سائرون. نعم، ركب الإسلام الذي يقوده محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. مواليد ثلاثة عدنا، ثالثة. الله وليس عندنا إسلام لا يقوده محمد وآل محمد. إسلام بقيادة غير هذه القيادة ليس هو الإسلام الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. الإسلام المحمدي الأصيل هو الإسلام الذي تقوده هذه القيادة، هذه العترة الطاهرة، وما سواه ليس إسلام، إنما هو شيء آخر سمي بالإسلام. نعم، نحن في هذه المناسبات وفي هذه المحافل نتحرك في هذا الاتجاه، في أن نكون عناصر في هذا الركب الشريف. فهنيئاً لكم، حضوركم عبادة، جلوسكم في هذه المحافل عبادة. أنت هذا الجزء من الوقت جعلته لإحياء ذكرى أهل البيت، فهو من أفضل العبادات، فهنيئاً لكم. أما وقفة مختصرة عند أبي الفضل العباس عليه السلام، هذا الشخصية الإسلامية العظيمة الكبيرة التي اقترنت بالإمام الحسين عليه السلام وشع نورها في كربلاء، واقترن ذكرها بذكر الإمام الحسين عليه السلام. فهنيئا لك يا أبا الفضل، هذا المقام الشامخ هنيئاً لك. لئن لم تكن إماماً معصوماً إلا أن الله شاء لك أن يبقى ذكرك مقترناً بذكر الإمام المعصوم، فهنيئاً لك. إنه توفيق عظيم، لا يذكر الإمام الحسين إلا ويذكر بالفضل معه، لا يزار الإمام الحسين إلا ويزار أبو الفضل معه. هنيئاً لك يا أبا الفضل، هذا المقام الشامخ. وهذا لم يحصل عليه اعتباطا، إنما هو
منحة من الله وعطية من الله لما مثله أبو الفضل من معاني، بل هو في الحقيقة مكافأة من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط لأبي الفضل، بل هي مكافأة لأمه أم البنين سلام الله عليه. أبو الفضل عليه السلام فيه حديث طويل، أقف عند نقطتين. النقطة الأولى هو الجانب الوراثي في شخصيته. الإمام أبو الفضل العباس عليه السلام عنوانا للمولود الذي ورث الصفات الغر والخصال الحميدة من والديه، من أبيه الإمام علي ولا كلام هنا عند الإمام علي، يقف اللسان ويخرس اللسان في الحديث عن الإمام علي عليه السلام. ثم اكتسب كذلك من أمه أم البنين عليه السلام فاطمة، هذه التي كانت قطعة ومشروعا للإخلاص وعنوانا للإخلاص لأهل البيت ولعلي وآل علي. فأبو الفضل العباس جاء نتيجة لتزاوج هذين الزوجين، ورث الصفات من هؤلاء، وهنا يأتي دور الوراثة ودور الأبوين في تربية الأبناء. علينا من اليوم أن نصيغ أبناءنا من خلال ممارساتنا، من خلال سلوكنا، من خلال طبائعنا. الأب والأم هم الذين يصيغان الأبناء في المنزل، ومن خلال ما قبل أن يرى، بعد حتى قبل أن يرى، عندما يرضعانه الحب، عندما يرضعانه الإخلاص، عندما يرضعانه الصفاء، عندما يرضعانه المودة. الأم عندما ترضع ابنها لا ترضع حليبا ماديا، لا ترضع حليبا ماديا، ترضع معنا، وإلا بالإمكان أن تعطيه هذا الحليب العادي، لا، هي تعطيه وترضعه مشاعر. فعندما تكون هي في حالة من الارتياح النفسي مع أبيه، مع زوجها، فهي ترضع لبنا خالصا يعبر عن حالة من الحب والمودة والارتياح النفسي. فيأتي الابن يعني معنى آخر، بخلاف عندما ترضعه وهي في حالة من الشجار والنزاع والألم والإحباط مع زوجها، مع أبيه، مع أبي هذا الطفل، فإنها ترضعه حليبا آخر. فرق بين الحليبين، هذا في المراحل الأولى. ثم بعد ذلك عندما يفهم الطفل كيف نربيه، كيف نعامله، كيف نعرفه الحياة، هل نعرفه الحياة بصورة مليئة بالمغالطات، بالأكاذيب، بالشجار، بالنزاع، والعياذ بالله الحقد، أم نربيه على المحبة، على الصدق، على احترام الآخرين، على العفة،
كل هذه المعاني من اليوم أنا أستطيع أن أربي ابني عليها ما دام صغيرا. كيف أستطيع أن أزرق في نفسه معاني الإخلاص للدين، إخلاص للآخرين، الإخلاص للقيم الدينية، أن أكون وفيا صادقا؟ كل هذه المعاني أستطيع اليوم أنا أن أزرقها في ابني، وأستطيع أن أزرق فيه معاني أخرى يخرج معقدا، يخرج نعم غير مؤدب، غير صادق، وغير ذلك من المعاني. فأبو الفضل العباس عليه السلام ورث الصفات الغر من أبيه وأمه، فما جاء إخلاصه للإمام الحسين اعتباطا، وإنما قد ورث الإخلاص من أمه، كيف أنها كانت مخلصة للزهراء سلام الله عليها، ما كانت ترضى أن، لاحظوا كيف يعني الشفافية والدقة، لا ما كانت ترضى أن تسمى فاطمة لكي لا يتذكر الحسنان أمهما فينكسر قلبهما. لاحظ كيف لا تريد أن تكون ندا للزهراء، ما ترى نفسها إلا خادمة للزهراء وبني الزهراء وأبناء الزهراء. قالت أنا لا أدخل البيت إلا بعنوان خادمة لأبناء الزهراء، لا أدخل ندا للزهراء سلام الله عليها. ولذلك جاء أبو الفضل يعتبر نفسه خادما للإمام الحسين، ما كان يسميه إلا سيدي ومولاي. نعم، هذا أثر التربية، أثر الوراثة، أثر التربية، أثر كيف عاش في أحضان هذه الأجواء وهذه البيئة الطيبة الطاهرة. هذا جهة. الجهة الأخرى هو البصيرة. إن عمي العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان. نعم، هنا يأتي دور الوعي، دور الثقافة، دور التعليم، كيف نعلم أبناءنا البصيرة، الفهم، الوعي. هنا دور مؤسسات المجتمع، المآتم، التعليم الديني وغيرها. خب المدارس احنا ما لنا حظ فيها، في قرانا ها مدارسنا تعلم فيها المناهج الأخرى، لا تجد فيها ذكرا للإسلام الأصيل لخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في قرانا التي هي 100% مدارس يرتادها ويتعلم فيها أتباع أهل البيت، المناهج التي تدرس فيها مناهج لا ترتبط بأهل البيت لا من قريب ولا من بعيد. فعلى كل حال المسؤولية كبيرة على التعليم الديني، على المآتم، على المساجد، على المجلس الإسلامي العلمائي، أن يكون لهم دور في تربية أبنائنا، توعيتهم، تثقيفهم، خلق البصيرة عندهم، خلق الصمود والصلابة الإيمانية والصلابة الدينية عندهم. وما شاء الله أبناء شعبنا يتربون هذه السنوات في رحم المحنة ورحم الابتلاء ورحم المقاومة ورحم الصمود، وهذه فرصة إذا استغليناها الاستغلال المناسب
فبإمكاننا أن نربي أنفسنا في هذه الأجواء على الصبر، على الصمود، على الوعي، على الثقافة السياسية والدينية، وأن لا يتغلب جانب على جانب آخر، لا أن نتوجه بالاتجاهات السياسية المحضة وننسى ديننا، ولا أن نتوجه في اتجاه الدين وننسى هموم المجتمع وهموم الأمة. فعلينا أن نعيش الوعي المتوازن، وهنا البصيرة، البصيرة التي تمزج بين مختلف المعارف والثقافات السياسية والدينية، ليمثل شخصية، يمثل الإنسان شخصية واعية ثقافيا صلبة في إرادتها، في مواقفها، استلهاما من خط أهل البيت وخط أبي الفضل العباس وخط الكربلاء. لا زالت كربلاء تغذي هذه الأمة بالمعارف وبالصمود وبالقيم الرفيعة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعيش في هذا الركب الحسيني، وأن يستفيد منه، وأن نتربى على هداه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذا الشعب الكريم المضحي الصابر، أن يمن علينا بالنصر، أن ينصرنا، أن يعيننا، أن يعطينا من الصبر والصمود ما أعطى الأولياء وما أعطى المضحين في تاريخ الإسلام، أن يعطينا ويمن علينا بالوعي والبصيرة ووحدة الصف ووحدة الكلمة والالتفاف حول القيادة الرشيدة الواعية، أن نبقى صفا واحدا، وأن لا نخترق، وأن لا نبتلى بالخلاف والشقاق وغير ذلك. نصرنا في ظل وحدتنا، في ظل تكاتفنا، في ظل اتباعنا لعلمائنا ورموزنا، نعم، والمخلصين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا، أن ينصرنا، وأنتم منصورون إن شاء الله ما دمتم على الدين، ما دمتم على الحق، ما دمتم متحدين. نعم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المعتقلين، عن المسجونين، أن يرد الغرباء. مرة أخرى نبارك لكم هذه المواليد الشريفة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا في حال أفضل من هذا الحال. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.